قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار. نظام العسكري الجزائري يسعى إلى تصفية شعب القبائل بعدما وصفهم بالإرهابيين ويهدد بمحو آثارهم. لم يتوان نظام العسكري الجزائري بإعطاء الضوء الأخضر لشنقريجة وعصابته لإبادة الشعب القبيلي الذي طالب بحقه في تقرير المصير، وجاء هذا القرار بعد الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للأمن الذي يتحكم فيه نظام العسكر، حيث تم الإعلان عن وضع كل من ينتمي إلى حركتي رشاد والماك رهن الاعتقال، خاصة بعدما وصفتهما عصابة تابون وشنقريجة بأنهما إرهابيتان وأنهما تهددان أمن البلاد. ووضع النظام الجزائري العسكري حركة الماك على فوهة المدفع لاستئصالها وقطع جذورها، خاصة وأنها تتلقى دعما دوليا، الشيء الذي استعصى على نظام قصر مرادية مواجهة الدول الداعمة للحركة، والتي من بينها فرنسا، حيث أن مقر حركة الماك يوجد بباريس.